طيب بداية مشاهدينا خلونا نروح معاكم لجولة في عالم السوشيال ميديا وتحديدا منصة تويتر وأبرز التغريدات اللي اخترناها لكم لليوم. أبدأها معاكم بالتغريدة الأولى من حساب أخبار السعودية وهذه المرة تحديدا عن العيد. وزارة الصحة: ليس هناك اكتئاب خاص بشهر شوال وسوء المزاج في هذا الوقت بسبب النوم غير المنتظم وسوء التغذية. ما أعرف ليش الناس كانت تعتقد أنه فيه اكتئاب بهذا الاسم، بس يمكن كان التشبيه بسبب الحالة المزاجية اللي بنمر فيها بشهر شوال والوصف أيضا. المهم هنا أن الموضوع طلع بالنهاية قلة نوم وسوء تغذية، وأعرف ناس يا جماعة للآن ما عدلوا نومهم أبدا، يعني اللي عنده طريقة ممكن تساعدهم يسيطروا فيها على هذا الموضوع يدلنا يكتب لنا تحت هذا الفيديو أول ما ينزل على تويتر. ولكن الشيء اللطيف هو مجهود وزارة الصحة في نشر الوعي في المواضيع اللي بتهم دائما وأبدا الناس وبتكون دائما وأبدا ترند في وقتها الصحيح. شكرا وزارة الصحة.